وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي. مساء الخير سيد سالم. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية أن أزمة قطر أمر صغير جدا وأنه توجد أمور أهم من ذلك، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة نحن أمام تصور جديد ويعني مشهد جديد لطبيعة المشاكل التي تحيط بالجسم السياسي العربي وطبيعة المشاكل. اليوم في حقيقة في هذه التصريحات هناك عزم، هناك قوة على مواجهة كل هذه المشاكل، سواء تلك المشاكل الإقليمية التي أجمع عليها العرب حقيقة بدفع وبمشاركة وبتحفيز من الدول الرباعية التي تكافح الإرهاب والمملكة في مقدمتها وهي دعت إلى هذا المؤتمر، أو في وضع اليد على مكامن الخطر في داخل الجسد العربي والجسد الخليجي، ولعل الإشارة منها إلى الأزمة مع قطر وأن فعلا هذه الدول محتاجة إلى إطفاء بؤر الملتهبة في المنطقة العربية وهي كثيرة في الحقيقة، وهذه المشاكل تجعل مشكلة الدوحة صغيرة. ولكن مع ذلك يجب أن نعترف بأنه يجب حل هذه المشكلة، ويجب عدم يعني أن يفهم القطريون أن لهم الحرية المطلقة في التعاون مع من يريدون، أو العبث بأمن المنطقة مع من يريدون، أو التأثير على كل هذه الجهود التي تبذل. طيب سيد سالم، يعني كيف ترى الخيارات المطروحة أمام الدول الأربع للتعامل مع نظام الدوحة في حال لم يصحح مساره والانتقال من مرحلة الإنكار إلى مرحلة إعادة النظر فيما أدخل المنطقة فيه؟ أول تلك الخطوات الآن هو يعني بعد زمن كفيل بإنضاج كثير من المراحل التي تحدثت عنها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. نعم. وهي العقوبات المتواصلة أو المقاطعة المتواصلة مع الزمن، هي بدأت تؤتي أكلها على المستويات الاقتصادية، على المستويات الداخلية، على مستوى البنية الداخلية، على مستوى يعني الدعوات التي نسمعها من الجميع بتأخر في شتى مناحي الحياة. هذا جزء أول. الجزء الآخر، بدأت الأزمة حقيقة وبالتعنت القطري تطال قطاعات من المجتمع الخليجي، ولعلنا شهدنا في الأيام الماضية تحركات على مستوى المجتمعات كان لها مباركة حقيقة وتأييد ودعم، لأنها من طبيعة هذه المجتمعات. يعني كان هناك تحرك على مستوى القبلي للأشخاص الذين في قطر تضرروا من هذه الأزمة. الشيء الآخر، هناك أيضا يعني المجتمع الدولي يجب أن يكون له مسؤولية. هذه الدول تدعو لمكافحة الإرهاب، لتمويل الإرهاب، والدوحة يعني عيانا جهارا هي يعني تقوم بكل ذلك. يعني فمن باب أولى يعني إغلاق هذا الجرح النازف في الجسد الخليجي، ثم يعني مواجهة الجراح الأخرى الإقليمية. نعم. ومنها إيران ودول أخرى. نعم، من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا.